حياكم الله مشاهدينا في حوارنا ولقائنا الثاني، والمستقبل ورؤية المستقبل والسعي إلى تغيير نمط التعليم التقليدي والتوسع نحو التقنية التعليمية من خلال استخدام تطبيقات وبرامج التعليم المتقدمة القائمة على معطيات الذكاء الاصطناعي من أهداف العملية التعليمية التنموية تحديدا. فعلا يا نواف، حيث يعد التعليم الإلكتروني من أهم الخيارات المستدامة للعملية التعليمية التي من شأنها تعزيز جودة المنتج التعليمي. حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور حسين فولاد، عضو لجنة التحكيم لجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم ومستشار جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. يا صباح الخير وحياك الله دكتور. صباح الخير استاذ افتخار. صباح الخير استاذ نواف، وأنا أشكركم طبعا على هذه الاستضافة، ويدل على اهتمامكم في المجال التعليمي وتطوير التعليم وادخال التكنولوجيا في المجال التعليمي. هذا واجبنا. وصبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير، حياك الله معنا في هذا اللقاء. تسأل عن هذا المؤتمر، وعاده المؤتمرات دكتور يكون في بدايتها مثلا يعني يتضمنها ورش عمل، ايضا يتضمنها كلمات ويكون في ضيوف. اتساءل عن هذا المؤتمر ان كان محليا او دوليا، واذا كان يحمل رقم مثلا رقم 2 أو 3 او الاول مثلا. طبعا هذا المؤتمر هو النسخة الثالثة حق المؤتمر، كان يفترض انتقام هذه النسخة يعني أثناء جائحة كورونا. هذا كنا تم الإعداده، وكان المفروض أن يكون في ضيوف من خارج البلاد، ولكن اقتصرنا في هذا المؤتمر بالذات أن يكون محلي. أغلب المتحدثين هم من دولة الكويت. المؤتمر يعني تم الإعداد له من شهر 10، ويصاحب هذا المؤتمر جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم، وهذه طبعا مثل ما نقول احنا المعزز لهذا المؤتمر. جميل. من خلال المشاركات الكثيرة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين، وأيضا فتحنا باب الشركات بأن يشاركونا بالتطبيقات التكنولوجية التي تدعم وتعزز العملية التعليمية. مشارك قطاع خاص في القطاع الخاص. دكتور حسين، من خلال هذا المؤتمر كيف تقدرون أن تغرسون ثقافة التعليم الإلكتروني، وأيضا كيف تسخرون المنظومة الإلكترونية في خدمة التعليم؟ طبعا رأت جمعية العلاقات العامة مشكورة بأن تطور العملية أو تساهم في عملية تطوير العملية التعليمية من خلال الشراكات. فنلاحظ لو تلاحظون أن المؤتمر هو باسم جمعية العلاقات العامة الكويتية، ومرات يعني في ناس استغرب دخل جمعية العلاقات العامة في التكنولوجيا، ولكن جمعية العلاقات العامة بدأت بعمل شراكات مع المؤسسات الأخرى مثل جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية، جمعية المعلمين، جمعية تقنية المعلومات. فهذه الشراكات خرجنا بمسمى لمؤتمر تكنولوجيا التعليم حتى نساهم في تعزيز العملية التعليمية وتطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني كمساند للعملية التعليمية. انتم كلكم شفتوا طبعا جائحة كورونا، يعني الحمد لله ان احنا هذا المؤتمر بدأناه من قبل جائحة كورونا يمكن ب4 سنوات. ف يعني التوصيات يعني لو كان اخذ فيها في ذاك الوقت بشكل جدي، كان كثير من الامور في خلال الجائحة يعني قدرنا ان نتخطاها، ولله الحمد. يعني دولة الكويت يعني تعتبر من الدول التي سارعت في عملية التعليم الالكتروني اثناء الجائحة. صحيح. دكتور، الجائحة يعني مما يقال رب ضارة النافعة، العالم تحول اهتمام للتكنولوجيا بالفعل وبشكل سريع، يعني وشفنا هذا سواء تعليم او حتى بالحياه العامه. هذا المؤتمر بالتاكيد هذه الجزئيه ما راح يغفلها ويوظفها في توظيف معين. انا اتساءل عن هذا التوظيف للمؤتمر، عن الجائحه، عن مما لا قدر الله ان يحدث في المستقبل. نعم، في المحور الثاني للمؤتمر، طبعا محتوى المؤتمر كان له 3 محاور. اول محور كان اللي هو التطبيق والتشريع ودعم العملية التعليمية، لذلك يعني رأينا بأن يكون معنا الدكتور النائب حسن جوهر، وأيضا نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذ الدكتور أحمد الحنيان، وكان معنا مجموعة من المتخصصين في هذا المجال في الجلسة الأولى. أما في الجلسة الثانية فكانت ما بعد كورونا، يعني التعليم ما بعد كورونا، لان احنا وصلنا مرحله في كورونا. طبعا احنا كنا ممكن نصل للتكنولوجيا او التعليم الالكتروني خلال 5 سنوات، كورونا خلتنا نوصل له بطريقه اسرع، وهذا طبعا مثل ما قلت رب ضارة نافعة. ومن خلال طبعا هذه الجلسه قدموا المتخصصين في هذا المجال دراسات عن الفجوه الرقميه. وطبعا احنا لاحظنا في فجوه رقميه، يعني كورونا وضحت لنا ان في عندنا فجوه رقميه كبيره. وانا يمكن قبل الهوا تكلمت مع الاستاذه افتخار بان
يمكن التركيز على الطلبة بأن هم اللي يحتاجون التعليم الإلكتروني، ولكن فعليا وأنا كمعلم التركيز على المعلم لأن أجيال. فالجيل الحالي سهل عندنا يتعامل مع التكنولوجيا، مجرد أنك تعطيه الجرعة المناسبة وهو يتعامل معها. أما بالنسبة حق المعلم فهو عنده فجوة بالضبط. طول عمره مثلا في بعض المعلمين يعني أو الأساء أو الدكاترة في الجامعات يعني طول عمره يدرس بالطريقة التقليدية بالاستفادة إلى الأمور البسيطة الباور بوينت الوورد، ولكن لما تعطيه برنامج مثل التيمز وتقول له تعال ادخل واشرح وقدم وتعامل مع الوايت بورد وتعامل مع الامور الابلكيشنز المختلفه، فكنا لابد يعني من الفتره الماضيه نكون احنا مستعدين. وهذا اللي صار، الخلل اللي صار بالبدايه ما بين المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه. يعني انا لاحظت، انا يعني بنتي كانت في مدرسه خاصه، لاحظت مجرد دخول كورونا على طول اعتمدوا على جوجل ميت وعلى جوجل كلاس وعلى جوجل، فهم مستعدين لان عندهم الارضيه موجوده، الارضيه جاهزه ومستعدين. الاجانب يعني مثل ما تعرفون هناك عندهم تصير مثل كوارث طبيعيه الثلوج وهذا، فعندهم على طول بديل ان ما نوقف ما نعطل الدراسه، دائما الخطه البديله موجودة. الخطه البديله موجوده، فاحنا نحتاج الى دائما، وهذا طبعا من التوصيات اللي طلعت فيها او طلع فيها المؤتمر، بان نحتاج الى خطط بديله لمكافحه او عفوا ل التعامل مع الخطر او التعامل مع الكوارث الطبيعيه. وهل تعتبر كارثه من الكوارث الطبيعيه؟ اكيد، ولكن الحمد لله تمت اداره هذه الجائحه يعني بطريقه ايجابيه، والحمد لله هناك مخارج مثل ما تفضل دكتور. اليوم لو بتكلم على الاستثمار الحقيقي، اليوم كلنا نعرف الاستثمار الحقيقي في العقول البشرية والتنمية البشرية هي أساسية في أي خطة تنمية. اليوم دوركم في استثمار هذا التعليم، التعليم الإلكتروني وأيضا التعليم التكنولوجي على مستوى العالم، شلون تشوفه دكتور؟ طبعا احنا من الركائز الأساسية للمؤتمر اللي هو تحقيق رؤية الكويت 2035 في الجزء الخاص في دعم أو اللي هو الركيزة الخاصة في دعم الرأس المال البشري. طبعا احنا لما نأهل يعني عندنا معلمين ونأهل أعضاء التدريس وأيضا ندعم الشركات، احنا كجهات مثلا مؤسسات نفع عام ولا ندعم الشركات ونخليهم مشاركة مجتمعية ان يشاركوا معنا بتقديم الأفضل من خلال هذا المؤتمر. وعندنا الجهة التنفيذية اللي هي ممثلة في وزارة التربية تشوف مثلا شنو الأفضل والأنسب لها. يعني الاستثمار في رأس المال البشري، على سبيل المثال أحد المشاركين اللي هو المهندس بدر العيسى أوجه له تحية، شارك في برنامج مايو. برنامج مايو من 2014 هو موجود، تطبيق اي بالضبط. انا كعضو هيئه التدريس وايضا طلبتي كنا نتعامل فيه من قبل ظهور التيمز، وكنا نتعامل الخاصيه الوحيده اللي مو موجوده فيه اللي هو الاتصال المباشر بالضبط. برنامج متميز من 2014 اعتمدوا عليه بعض الدول الخليجيه، الا ان في دولتنا ما كانوا يمكن يعرفونه بالشكل الكبير. فاحنا حاولنا من خلال هذه الجائزه واصرينا ان يتقدمون هذه الشركات او هذه التطبيقات الخاصه، خصوصا بان اكثرها ترى في مهندسين كويتيين ما شاء الله مبدعين. صحيح. وهذا هني من خلال هذه الافكار ومن خلال هذا الدعم من جمعيه العلاقات العامه او من اي مؤسسه اخرى، من خلال اقامه المؤتمرات والجوائز هني نوضح صورتهم ونعطيهم الفرصه بان يشاركون وبنفس الوقت يقدمون ما عندهم. وبالفعل قدم يعني المهندس، وفي تطبيق ثاني اسمه تطبيق شاطر ما فاز لانه كان في تنافس، ولكن متميز، تطبيق جدا متميز. ايضا في يعني تطبيقات عفوا متميزه ما فازت، ما حالف الحظ، ان شاء الله يحالف الحظ في المرحله القادمه، ولكن واجب علي انا كعضو هيئه عفوا كعضو لجنه تحكيم ان اوضح هذه التطبيقات ودورها واهميتها في التعليم. والمتميز فيها بان احنا قاعد ندفع آلاف مؤلفة لتطبيقات خارجية، واحنا عندنا يعني منتج وطني صحيح. متميز ينافس بالضبط. مايو يعني من التطبيقات المتميزة. يمكن انا قاعد اتكلم الحين اغلب اعضاء هيئة التدريس عارفين انا قاعد اتكلم عنه واشتغلوا عليه وللحين موجود ويتعاملون معه. يعني اتساءل عن هذا المؤتمر ايضا اذا كان من ضمن محاور رئيسية او محور جانبي او حتى ورش عمل مثلا، اذا كان فيه هو تغيير الطريقة التقليدية في التعليم، وان يكون هناك مو موضوع دمج، مو ترك الطريقة التقليدية ولا الاستغناء عنها، ولا أيضا الاستمرار في التعليم الإلكتروني فقط. عملية الخلطة هذه اللي ممكن تكون أنتم أدرى فيها موجودة ضمن المؤتمر كتوصيات كورقة عمل كتوصيات بأن يتم الاعتماد على البلندد ليرنينج أو التعليم المدمج من خلال تعزيز العملية التعليمية بما هو مناسب
من المصادر او اللي هو التكنولوجيا الحديثه. يعني احنا يمكن بس نتكلم عن التعليم الالكتروني ولكن الحين دخلنا في الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي. دخلنا يعني من بعض المشاركين في المسابقه قدموا شلون يعززون العمليه التعليميه والطلبه بعد مو معلمين من خلال الواقع المعزز الاوجمنتد رياليتي حق ماده الاجتماعيات، لان في بعض المواد الناس تشوفها تقول هذا يعني ممكن يستخدم في الحاسوب، ممكن يستخدم في العلوم، ولكن في بعض المواد العربي والاسلاميه شلون احنا ممكن ندعمها بالتكنولوجيا. فهذه كانت احدى التوصيات بالاعتماد على البلندد ليرنينج، وما نهمل اي جانب، الجانب التقليدي ضروري، يعني مثلا مستحيل انا طول الوقت اعلم على الاجهزه، لازم اني اخليه يتعلم يقرا ويكتب بنفسه، وبنفس الوقت نعزز العمليه التعليميه من خلال البرامج المختلفه. يعني فازت معانا في جائزه، يمكن قاعد اسبق الاحداث، ولكن فازت معانا في جائزه المدرسه الذكيه، واحنا طول الوقت احنا متوقعين انه يكون مدرسه ثانويه، او فاز رياض اطفال لان قدموا رياض اطفال لان قدموا روضه افتراضيه، والروضه الافتراضيه هذه تم الاعتماد عليها في جائحه كورونا وحققت نتائج يعني بالنسبه حق الاطفال حيل كبيره. ما شاء الله. اولياء الامور كانوا مستمتعين وهم قاعد يدرسون ابنائهم في، لانه مو الدراسه التقليديه، لا كان مثال عليها مثلا يلونون في العاب صوره بعدين يحطون عليها الجهاز، فهذه الصوره تتحرك في كاجمنتد رياليتي قاعد تتحرك بطريقه، اعتمدوا على نظارات الفي ار. فيعني تم تطوير هذه العمليه وتعزيزها من خلال التكنولوجيا، هذا اللي احنا نطمح له من خلال هذا المؤتمر او المؤتمرات اللي قاعد نقدمها، بان العمليه التعليميه تكون مستمره وبنفس الوقت تعزز بالتكنولوجيا الحديثه التي تتناسب مع كل فئه من الفئات. احنا مو بس عندنا طلبه يعني طبيعيين، في عندنا صعوبات تعلم، في عندنا احتياجات خاصه، فهذه العمليه تحتاج الى تنظيم، وبنفس الوقت تحتاج الى قرار، وايضا تحتاج الى يعني تطبيق في المجال التعليمي. دكتور قبل ما يداهمنا الوقت، في سؤال جدا مهم يمكن تحت الهواء تكلمنا فيه انا معك. اليوم كونك عضو في لجنه التحكيم وتم اعلان النتائج والفائزين، يعني حابه اسلط الضوء على هذا الجانب. طبعا انا عشان لا اهضم حق زملائي، انا طبعا في لجنه التحكيم معي اربع دكاتره متخصصين في المجال، الدكتور بجامعه الكويت الدكتور عبد الله الفيلتشاوي، الدكتوره رباب الصفار في قسم تكنولوجيا التعليم، والدكتور حسن ابو عباس في قسم دراسات المعلومات، اوجه لهم التحيه. تحيه لهم. طبعا احنا يعني من شهر 10 اشتغلنا في بدايه التحكيم، وبدت توصلنا اللي هي المسابقات بالفعل، هذا الجانب من المؤتمر بدأت توصلنا اللي هي المشاركات. فالجائزة تقسم إلى أربع فئات رئيسية: جائزة للتطبيق الشركات والمؤسسات، جائزة لأفضل كلية أو مدرسة ذكية، جائزة لأفضل معلم تطبيق أو فكرة مشروع أفضل معلم، وجائزة لأفضل فكرة مشروع لطالب سواء مدرسي أو جامعي. المعايير كانت 10 معايير، طبعا تعتمد على الأصالة والدقة ويعني مناسبتها لجودة التعليم وإلى آخره. المفاضلة كانت طبعا مو سهلة، يعني كان في بعض مثل ما قلت لكم في بعض الأمور كان فرق درجة واحدة بين الأول، حتى احنا كنا حابين ان نخليهم اثنين أول لأن حرام أول مكرر. اي ولكن هذه جائزة واحنا عارفين لازم يكون في فائز وفي، ولكن الكل ربح. أنا أقولها بالمشاركة، أولا خذوا الفيدباك او من لجنه التحكيم اكثرهم متخصصين، فاعطوهم شنو مثلا نقاط الضعف، شنو اللي تحتاجونه، وانهم يقدمون السنه القادمه، لان هذا التطبيق او الفكره اللي حطوها مستمره وممكن تكون افضل السنه القادمه، تكون اقوى. يعني في عندنا عضو هيئه التدريس قدم مشروع وحده الذكاء الاصطناعي في كليه التربيه الاساسيه الدكتوره جميله العتيبي، مشروع متميز ولكن ما دخلت في المشروع للحين بدايته، فلو انه دخلت في المشروع وحققت النتائج فتقدم السنه القادمه وتحصل ان شاء الله على جائزه الكويت لتكنولوجيا التعليم. اذا تسمحي لي اذكر بشكل سريع بس اللي فاز، طبعا اللي فاز بجائزه الشركات اللي هو المهندس بدر العيسى في تطبيق مايو، اللي فاز في المدرسه الذكيه لان احنا عندنا مدرسه خاصه ومدرسه عامه، ففازت مدرسه الرساله النموذجيه، واعتمدوا على برنامج اثناء جائحه كورونا اسمه اديونيشن، وهذا طبعا من الاشياء المبتكره، احنا هذا اللي حاطينه في الجائزه المعايير الابداع والابتكار. المدرسة أو العامة حصلت عليها روضة المنقف بتقديمهم الروضة الافتراضية، هذا مشروعهم كان. جميل. وأيضا المعلمين حصل عليها فهد الضفيري في مشروع بصمة، وهني كان التحدي
في المعلمين، يعني كانت المشاريع جدا متميزه. نعم والله، يعني انا ودي اعطيهم كلهم حتى اللجنه كلنا، بس استاهلوا. اي وحصل على جائزه الطالب الجامعي شدن الصقر مع فريقها في مشروعهم اللي كان خاص في تخرجهم، كتابي هذا اللي تكلمت عنه في دعم عمليه الجغرافيا او ماده الجغرافيا عن طريق الواقع المعزز. اما المفاجاه كانت لنا الطالبه شيخه العجمي في السنه التاسعه وير 9 قدمت مشروع متميز لدعم طلبة من زميلاتها مثل ما قالت من صعوبات التعلم، لأن كانت تشوفهم يعانون في مادة الحساب. فهي ودكتورة اسمها النبهاوي، أتوقع نسيت اسمها الأول إذا تسمح لي، بس النبهاوي. فهي كانت مشرفة على الفكرة، والمشروع كان اسمه سمارت إيد لدعم الطلبة من صعوبات التعلم في نفس الفئة العمرية. دكتور، يعني أنت أثبت لي أن الاستثمار الحقيقي فعلا في العقول البشرية، يعني حتى إن كان مشاهدنا في ذكاء اصطناعي، ولكن الحقيقة والواقع والاستثمار الحقيقي في العقول البشرية. شكرا لضيفنا، شكرا للدكتور حسين فولاذ عضو لجنة التحكيم لجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم ومستشار جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية. يعطيك العافية، شكرا لك دكتور. الله يعافيكم. شكرا يا دكتور، كل الشكر، نورتنا وشرفتنا في هذا اللقاء، عسى الله يوفقك وأيضا العاملين معك في هذا المجال. مشاهدينا، ننتقل بكم إلى هذه الفقرة، حيث نظمت رابطة الاجتماعيين معرض رمضاني سنوي وحرف يدوية بأيدي كويتية دعما منها للشباب الكويتي وايضا ابداعاته. كاميرا صباح الخير يا كويت كانت متواجده وجالت في المعرض وخرجت لنا بهذا التقرير مع الزميله فاطمه الصايغه.